مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. ومساكم الله بالخير، وتونا طالعين من الفندق وأول مرة ألبس شماغ أحمر. خربني يا أبو عيد الله يسامحك. لازم شماغ أحمر خير. طبعا فكرة المطعم تختار السمك اللي تبيه وهم يسوونها لك. على كلام ابو ابراهيم يقول المطعم ممتاز، خلنا نشوف ونعطيك. زين يعني الحين انت تعرف ولا تشير؟ اول تقدر تقول يعني يمكن تمشي، يمكن تمشي يمكن لا. يلا نشوف. هذا الهامور يلا سموا يا ربع سمت. ما شاء الله كثر الله خيرك ابو ابراهيم. عافية انعم الله عليك ابو ابراهيم، كثر الله خيرك. عافية. بصراحة المطعم جميل جدا، لكن عيبة شغلة واحدة، سعره غالي. ايه طبعا معروف السمك. شرفنا بلقاء الشيخ عادل موسى. الله يعطيك العافيه. انا ضاحك، انا من افضل الشركات للجروبات. طبعا الله يجزاك خير. معاي الشيخ ماجد الفهد. اخوي الشيخ مهندس الباشمهندس من مجموعه كنوز السياحه. السياحه بارك الله فيك، تشرفت فيك صراحه. الله يسلمك. اخوي ماجد شنو تقدمون انتم؟ احنا مجموعه رواد سفر نروح على زوم اكبر بلد في العالم، وراح ان شاء الله نحب نقدمها للمتابعين بطريقه مجربه وشكل هلا بالشيخ ابو سلمان. الله مرحبا. الله حبيب ولي. الله حبيب. من ايام كان عندي 5000 متابع. شوف الحين ان شاء الله وصل 100,000 الحين. الله يطول عمرك. لقاء الشيخ مشعل من المتابعين، عطنا رايك على الحساب. صراحه جدا رايك الحساب. الله يشعل والله يرحمك. شيخ ابو سعد مرحبا، شلونك؟ هلا ابو يوسف يا اخي، زين جيت. هلا ابو نواف شلونك؟ منور منور. بيض الله وجهك ابو تين على الجمع. الله يجزاك خير. الاستضافة عند فنادق الجميلين. نعم الله يسعدهم. الله يرحم والديك. منور يا ابو خالد. عليك سلام. شرفنا فيك وشرفنا طلعك، وهذا ورد حق متابعين كلهم. الله يرحم والديك. شرفنا بشوفة المبدع ابو عمر. الله يعافيك طول عمرك. والله الشرف لي اني اطلع باسلامك، وهذا شرف كبير، شرف كبير حضوركم. الله يرفع قدرك. ما قصرتوا. الله يرفع قدرك. الله يعافيك. بيض الله وجهكم يا اهل جده، ما قصرتوا وجزاكم الله خير. هلا برامة حياك الله. طبعا شنو تقدم يا برامة؟ انا اقدم جميع انواع الدجاج، اقدم جميع انواع الدجاج وجميع انواع كذلك انواع البخور. شغلي انا شغل بالبيت. ايه شغل بيت. توصلون للسعودية فقط ولا دول الخليج؟ أوصل للسعودية، كذلك أوصل لدول الخليج. بس أبحط لكم حسابه وتواصلوا معه، يستاهل. شنو تسوي بعقال يا برامي؟ أطيب العقال. إيه؟ بحيث يكون الثبات لمدة أسبوع. في حال اختفت الريحة من العقال قبل أسبوع. إذا اختفت الريحة؟ إذا اختفت الريحة من العقال قبل أسبوع. إيه؟ تولى مجانا من عندي.
الله يبيض وجهك ما قصر. الله يرجعك. هذا هو التبس. شرفنا بلقاء غالي ابو راشد والمعروف ابو العصافير. نورتنا يا شيخ سلمان في جده والسعوديه بين اهلك واخوانك. مرحبا مليون. حساب راقي وهنيئا لكم بمتابعه هذا الحساب اللي انا شخصيا اعتز اني اغطي منه لما اسافر. الله يرحمك شرف لنا. عبد الكريم الشطي موجود اي غني على التاريخ لاعب فيك لعب اي اكيد هو الشيخ محمد بن راشد. اهلا وسهلا يا هلا وسهلا ما شاء الله اجتماع نخبه كبيره من الله عليه ومشاهير السوشيال ميديا. طيب سرحان نور ابو يوسف هلا والله ان شاء الله تواضعت وجيت انا الزميل شيخ اي الزميل الحين ليش تصور حديث البراء بن عازب من فلح مريحة لبن أو ورق يعني فضة أو أهدى زقاقا يعني دل طريقا يقول لك أنا أبغى أسافر من كفلان وأنت قاعد تدل فكأنما عتقت عقبة. تخيل لو كل واحد ألف شخص في السنة تدلهم على الحقيقة هذا أجر عظيم اللي أنتم تعملونه لا تفكر أنها سياحة وترفيه وإنما أجور عظيمة نحصل عليها والله يحييكم ونتشرف ونتنوم.